حين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صموده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته. من وصايا المصطفى صلة الرحم التي للعرش مستقرة، من أتاها طائعا في اللوح كان أمر نيط فيها شرفا، لا يزال مؤمنا حال يكون قدره، سوف يخدو مفعما وفي النعيم داره. من وصايا المصطفى صلة الرحم التي للعرش مستقرة، أتاها طائعا في اللوح كان أمره نيط فيها شرفا، لا يزال مؤمنا عالي يكون قدره، سوف يبدو مطعما وفي النعيم داره. لو تكلفت الردى في الاستقامة صلة الرحم منارة وسلاما، لو تكبدت العناء ثم الملامة فهي منساها كما الإمامة، لو تكلفت الردى في الاستقامة صلة الرحم منارة وسلاما، لو تكفلت العناء ثم الملامة ثم يمن ساق كما نهج الإمامة. وكما قال الرضا في حديث مجمل وصل الرحمة والكربة مائي، مكملا في قوله وهو هذا نهجه أفضل الإيصال كل للأذى. وكما قال الرضا في حديث مجمل وصل الرحمة ولو شربة ماء، مكملا في قوله وهو هذا نهجه أفضل الإيصال كف للأذى. طبق وصفاه على الفطرة وترك نهج إبليس وداعا ولا تتبعه يا مؤمن في العفا، إذا كنت محبا لبني الزمان. أخي طبق وصفاه على الفطرة وترك نهج إبليس وداع أمره ولا تتبعه يا مؤمن في العفا، إذا كنت محبا لبني الزهر، إذا كنت محبا اترك صاح الأوهام والزم شرع الإسلام، تحظى بالجنان لا
وتقطع الأرحام فيها كل الإنعام نور للإنسان. اترك صاحي الأوهام والزم شرح الإسلام تحظى بالجنان لا تقطع الأرحام فيها كل الإنعام نور للإنسان. صلب الحب يا أرحامك الأقارب سوف ترنو بالهدى فهو لا خير قارب. هذه وصية يا جاري والأطائف لمن يريد اللقاء في الحشر والسحاب. صلب الحب يا أرحامك الأقارب سوف ترنو بالهدى فهو لا خير قارب. هذه وصية الأقارب والأقارب لمن يريد اللقاء في الحشر والسحاب. إنها حرز لمن خاف من المهالك وهي آمان واضح ودر للسالك. قال رب الهدى كم الكتاب فاسد من قطع أرحامه ومالك. فاسد من قطع أرحامه ومالك. رحم الرسالة عز وبسالة أجرها هذا الذي قد جاء في الكتاب. قد أوصى المؤيد النبي أحمد في حديث خالد في سيار الصحابي. رحم الرسالة حس وبسالة أجرها هذا الذي قد جاء في الكتاب. قد أوصى المؤيد النبي أحمد في حديث خالد في سيار الصحابة. إخوتي ما فعل في تلكم الوصية عابوها جلوها أجلزوا القضية. ما هو الجم الذي جناه آل طه خطها ما زال داخل في ثرى البلية. إخوتي ما فعل في تلكم الوصية عابوها جلوها الجرم الذي اجتناه آل طه خطها ما زاد في ثرى المنية. رحم الرسالة عز وبسالة أجرها هذا الذي قد جاء في الكتاب. قد أوصى المؤيد النبي أحمد في حديث خالد في سيار الصحابة. ما فعل في تلكم الوصية عارمها جلد وأجهز القضية. ما هو الجرم الذي جناه آل طه خطها ما زال داخل في ثرى المنية. إخوتي ما فعل في تلكم الوصية عارمها جلد وأجهز القضية. ما هو عز وبسالة أجرها هذا الذي جاء في الكتاب. قد أوصى المؤيد النبي أحمد في حديث خالد في سيار الصحابي. في حديث خالد في سيار الصحابي.